النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض لبن جوز الهند. لبن جوز الهند ده مفيد جدا طبعا، لو حد عنده حساسية من اللبن العادي او لو حد بيحب طعمه، هو جميل قوي وكله معادن وفيتامينز ومغذي جدا لبن جوز الهند. كل اللي احنا بنعمله ان احنا هنجيب جوز الهند المبشور وهناخد كوباية منه على كوبايتين مية مغلية ونسيبهم يتنقعوا كده شوية. يعني بناخد كوباية لبن جوز الهند نحطهم في كوبايتين مية مغلية ونسيبهم منقوعين لحد ما المية تبرد خالص. بعد كده ناخده نضربه في الخلاط ونصفيه بالمصفى. اللي هيطلع ده هو لبن جوز الهند، نشيله في التلاجة او في الفريزر. في الفريزر لو مش هتستعمليه على طول، لكن في التلاجة لو هتستعمليه خلال 3 ايام ولا حاجة. فانت مش محتاجة غير جوز هند مبشور ومية مغلية، مش اكتر من كده. هوريكم بعد ما نضربه في الخلاط. كده حبايبي، الجوز الهند منقوع في المية اللي بتغلي بقاله حوالي ساعة او ساعة ونص. المهم لما المية بردت حطيتهم بقى في الخلاط، هفضل اضرب فيه بقى لحد ما استخلص منه اللبن بتاعه. بصوا حبايبي، كده بقالي حوالي 5 دقايق بضرب في الجوز الهند اللي هو كان منقوع في الماء المغلية. وبعد كده يعني بوقف الخلاط شوية وارجع اضرب تاني، ووقفه شوية وارجع اضرب تاني، بحيث ان انا استخلص منه كل اللبن. يعني نقعد نضرب فيه حاجة بتاعت 10 دقايق تقريبا. بصوا حبايبي، بعد ما ضربنا الجوز الهند في الخلاط صفيناه بقى بمصفى رفيعة قوي زي مصفة الشاي كده عشان يطلع لنا ايه اللبن جوز الهند ده، وده اللي بيفضل منه. ده ما ترموهوش عشان هنعمل بيه حاجة اسمها دقيق جوز الهند، بيستخدم مثلا في كيكة ولا حاجة. طيب ده حبايبي شكل لبن جوز الهند بعد ما عبيناه في الازازة، وهنحطه دلوقتي في التلاجة وبالهنا والشفا.